هي أحداث حقيقية حصلت في 2018، إحدى العمليات اللي صارت عن طريق القوات المسلحة، وهو كمين صار من عن طريق العدو، فهي قصة واقعية جدا مؤثرة. تم اختياري لشخصية بلال السعدي، وأحد الجنود البواس المتواجدين في هذه العملية اللي صار فيها الحدث الكمين. بلال شخصية قيادية، وهو أوردي رقيب، وكيل هو، فشخصية قيادية، فأخذت هذه الروح منه من أول جلسة معايا. أول سؤال سألته قلت له إن شاء الله قدمت 1%، قال لي قدمت أكثر من 100%. هذه كلمة جدا كبيرة، والحمد لله أنا طلع راضي عني من هذا الفيلم. كانت في يعني حالة نفسية كنا مر فيها جدا صعبة، يعني كنا ندخل نخلص اللوكيشن 12 ساعة ندخل الفندق ما في خروج نهائيا، فبس كانت بعد فترة جميلة إيجابية إن إحنا كنا مع بعض. والحلو من ذلك بعد إن طاقم العمل الممثلين الكاست كانوا كلهم أصلا أصدقاء، يعني أقل واحد 10 سنوات أو 15 سنة، وهذا يعني قرب أكثر العمل، وكنا يعني نواسي بعض في هذه الفترة، فترة كورونا في التصوير. والله هي المشكلة الأساسية هي نقص المنتجين، هذه يعني أكبر مشكلة موجودة عندنا، ولكن هذا يعني مش بإيد أحد، يعني لأن الإنتاج مو شيء بسيط، إنتاج مخاطرة، إنتاج تكاليف، فهي نقص في عدد المنتجين أدى لخلل في صناعة السينما عندنا بالإمارات.